بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا عزمت فتوكل على الله، صدق الله العظيم. الشعب الليبي الكريم وبلادنا الحبيبة على شفاء الحرب الأهلية المدمرة ومشارف الصراع الدموي الذي سيأتي لو تفجر لسامح الله على كل ما أنجزته وما طمحت إليه بثورتك التاريخية، ثورة 17 فبراير المجيدة، بفعل السياسات الخرقاء والتصرفات الرعناء للعصابات المصلحية المؤدلجة التي سيطرت على السلطة من خلال المؤتمر الوطني العام منتهي التكليف فاقد الشرعية، التي أهدرت مقدرات الوطن ودمرت السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وتحالفت مع عصابات الإرهاب والإجرام، وخانت الوطن والشعب، وأهانت الشرفاء الأحرار، وجعلت مكانة ليبيا الإقليمية والدولية في الحضيض. نعلن لكم، نحن أبناء ليبيا المنتمين إليها دون سواها من منتسبي جيشنا وتوارها ما يلي: أولاً، تجميد عمل المؤتمر الوطني العام وكف يده عن ممارسة أي أعمال أو تصرفات تتعلق بسيادة الدولة وتشريعاتها وإداراتها. ثانيا، تكليف لجنة الستين لصياغة الدستور بالقيام بالمهام والاختصاصات التشريعية في أضيق نطاق ممكن، وكذلك الاختصاصات الرقابية على أداء حكومة الطوارئ المؤقتة، والإشراف بالاشتراك مع المفوضية العليا للانتخابات على إنجازات الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية في مواعيدها. ثالثا، تكليف الحكومة المؤقتة بالاستمرار في أداء المهام اللازمة للإدارة العامة باعتبارها حكومة طوارئ، وتكليفها بالإشراف على الجيش الوطني والشرطة والأجهزة والمؤسسات الأمنية، والضرب بيد من حديد على قوى التطرف والإرهاب والإجرام، وضمان الاستقرار دون أدنى تهديد ولا تدخل في الحريات الشخصية والتعبير والإعلام والتواصل من المجتمع الدولي يتفهم ويدرك حقائق الوضع الجديد في دولة ليبيا. رابعا، نعلن للعالم أن الشعب الليبي لن يقبل أبدا أن تكون بلاده مهدا ولا حاضنة للإرهاب، وأنه وقد استعاد السلطة من أيدي فرطوا في الأمانة، سيعمل على أن تكون ليبيا بإذن الله أمثولة في السلام والاستقرار والحريات. فلنعلن معا ولاء لليبيا، ووفاء لشهدائها، وانتصارا لثورتها، والتزاما بقيم الإسلام العظيمة وأخلاق الليبيين الرفيعة، أن يكون ما مضى صفحة طويت وكابوسا أنزاح، وأن نسعى بدأب وصدق لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة المكفولة بالعدالة الناجزة، وعودة المهجرين واللاجئين من أبناء الوطن في الداخل والخارج بالتصالح والتراضي والمحبة. وختاما، نعلن أن ما حدث اليوم من حراك عسكري في مدينة طرابلس ليس هدفه الانقلاب على شرعية الشعب صاحب السيادة ومصدر الشرعية، ولا الاستيلاء على السلطة، ولا إقصاء أي طرف سياسي مسالم من العملية السياسية، بل هو الانحياز المطلق لخيارات الشعب ومقتضيات الديمقراطية والحرية وكرامة الإنسان. الله أكبر، ولتحيا ليبيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا البيان من ضباط قيادة